هذا الموضوع الشائك في حقيقة بأنه في مصلحة مصلحتنا ومصلحة كل شيء بأن هذوك الاحتفالات خاصهم يتمنعوا. وبصراحة حشمت نقول شي حوايج لأنه كنا قبل كانوا الناس جالسين في ديورهم بين 9 حتى 12 الليل، دابا راه مصيبة اللي وقعت. أنا في نظري تتفوت هذه الجائحة وتنتمنى بأنه راه غادي تفوت. خاصنا نصبروا، ما فيها بس إلا صبرنا ليلة. والحمد لله تنتمنى يكون خير إن شاء الله. أنا متفق مع هذه القضية بأنه يكون الحجر الصحي نهار رأس العام. أي باش نقدروا هذا الفيروس الجديد المتحور الجديد، راه الله يحفظ، راه أنت شفتوا راه دخل المغرب. ونتمنى بأنه السلطات تاخذ الاحتياطات اللازمة، وأنا متفق معها باش نهار رأس العام يكون الحجر ديال المعقول، ماشي هذا راه ما فيها بس، راه الليلة راه مدت ما جابت، راه عطى الله الأعياد وعطى الله الأفراح وعطى الله هذا، وإحنا راه مسلمين. وتنتمنى يا ربي يحيد عنا هذا الوباء، هذا الشيء اللي تنطلب الله. والله يا اختي لقرار جميل، ولكن لأن كاين الأمراض وكاين الفيروس، والحمد لله المغرب مفكرين. هذا الشيء راه ما جاش لحقوا غنزلوا علينا قرار، ما احتفلوش باش ما نتعادوش باش ما تجيناش الأمراض ونصبحوا في شي كارثة. نعم وي متفقين، ما نحتفلوش ونحتفلوا في ديورنا واللي بغاه، وماشي عيدنا احنا غادي نفرحوا، كنفرحوا احنا ما تنحتفلوش بعيد النصارى، انما تنفرحوا مع خوتنا وهذا تيكون الضحك بيناتنا والحمد لله نديروا في داك الشيء ديورنا. معنى الاحتفالات يعني انا بالنسبه ليا هذا القرار زوين بالنسبه لواحد الناحيه، كيوقعوا مشاكل وكيوقعوا بزاف ديال المناكير، بزاف ديال يعني داك الشيء الخراب كاع كامل كيكون ديك الليله، يعني هذاك ديك الليله بغينا ما يكونش داك الشيء. من الاحسن يحتفل في دارو وما يحتفلش، يعني عادي عادي. وبالنسبه عاوتاني لهذا الوباء حتى هو باش ما يزيدش ينتشر، يعني يكون انسان ياخذ واحد الحيطه يعني الاحتياط ديالو من الاحسن. متفقين مع القرار، وانا ديما يعني ليله راس العام كنعس مع العشره، والله العظيم ديك بالاخص ديك الليله هذيك كنعس مع العشره، ما كنبغيش نشوف كاع الاحتفال ولا حتى شي حاجه. هي في مصلحه الجميع. دابا داك داك الميكروب الجديد راه بدا كيصيب بزاف الناس في العالم كامل. انا داك الجلبه الاولى والثانيه، باقي لي الثالثه في شهر 3 وقيلا غندقو ولا قبل مركب. الناس يديروا الجلبه الثالثه، يديروا الجلبات، راه في مصلحه الجميع. الدوله ولا الحكومه ولا الملك راه كيبغي لنا المصلحه، ما يتهوروش ما يقولوش لا غنمرضوا غنموتوا، ما كاينش داك الشيء. دوك الطباء والعلماء راه اخترعوا ديك الدواء هكا، راه بمشقة الانفوس. انا ما يحتاجوش برا، كتعامل مع بومي وخوتي.